معكم. طبعا اليوم جايين نعمل برومو حق اختي عشان التجهيزات خلاص ما عاد باقي وقت. مره متحمس. مو هذه الاشياء اعتقد انه اهل العريس اللي مختارينها. ف يلا احس قلبي مره يقرقع معاها. نعمل برومو وفي نفس الوقت اليوم راح نعمل لها حفله توديع العزوبيه. طبعا هي مو داري خاص, احنا مخططين ومجهزين اخواتي هناك بالبيت, بس انا جيت معاها عشان ما تشك تتفاجأ. عندي احساس انها مرة راح تتفاجأ. الحين انا رجعت للبيت واخذت الكيك. الكيك اخذته من حلويات الرشيدي, واخذت معايا بيت الدونات. تقريبا هذا الشيء الوحيد اللي قدرت اخذه معايا. دحين راح انسق الكيكه. انا بالعاني اخترت الكيكه تكون كذا ساده, واخذت ورد احمر لون جوري لانها اختي مره 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 تحب اللون الاحمر. تقريبا كذا انتهينا من الورد بمساعدة بنات عماتي. بس الغلطة الوحيدة اللي سويناها انه ما كتبنا حاجة هنا, يعني صارت الكيكة كذا سادة. حط الشمع. الحين راح نضيف الشمع كمان. طبعا جينا ايكيا انا وماما ناخذ غرض بسيط للدبش حق اختي. فحابين ناخذ لها هذه اللي تجيكم كذا حديده اللي تتعلق فيها الملابس. محتارين بين اللون الابيض او هذه العريضه فيها حديدتها كذا مره عريضه, اللون الاسود. طبعا اخترنا هذه اللون الابيض, جاي كذا مره صغيره وسعرها مره حلو. كم سعرها تقريبا؟ 39. مرة 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 حلوة. رح ناخذ هذه. أكثر الأقسام اللي تعجبنا عند إيكيا قسم التغليف. الله هذا مرة يجنن. عندهم أشياء كثيرة حلوة. ثلاثة ألوان. ماما تناديني وأنا منشغلة بأشياء. أنا من الناس اللي تحب التفاصيل الصغيرة أو البسيطة حقت إيكيا. شنو هذا السلة؟ أحس تنفع الكورنر الغسيل. مرة تجنن. شايفينها هنا؟ جدا جميلة. صدقون من زمان ما رحت إيكيا. يعني من زمان زمان. طبعا أنا من النوع اللي أحب أروح إيكيا بين كل فترة وفترة. هذا حق الزرع أظن. تقريبا راجعين للبيت. طبعا لازم اخذ اي حاجة اكلها. مستحيل اروح المول وما اكل شيء. اخذت لي ماك فلوري من ماكدونالدز. تقريبا احنا كده خلاص خلصنا من المشغل ومرة ميتين جوع. فراح نروح على ماكدونالدز. الحظ جينا على ماك وقال صلاة, فراح ننتظر لين بعد الصلاة. اكره فقرة الانتظار, مرة اكرهها.
دقة يا بنات. طبعا أنا دحين مصورتكم جوال أختي آيفون إكس ماكس. كيف الدقة؟ تحسون إنها اختلفت؟ أنا دائما اللون الذهبي كمان. فأنا دائما يا بنات كثير بيسألوني بتصور بكام ولا بجوال؟ لا يا حبايبي، أنا أصور بالجوال هذا آيفون 7، دائما أصور لكم بالجوال هذا. فكيف الدقة؟ اختلفت؟ ما عليكم، مرة ميتين جوع، ميتين 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 من جد. يلا متى يخلص؟ وقت التحدي. تبى تعمل معي تحدي؟ مرة متأثرة من وعبد الرحمن وأمير. تسوي تحدي تحديت 50 وجبة كل يوم. 50 وجبة اليوم؟ أنا حاطلب وجبة أطفال. تحديت 50 طيب. هخلصها. نشوف. عن إيش؟ عن ولا شيء حبيبي. عزمتها على حسابي. على حسابي. استغفر الله. كيف بس حذلها طول عمرها. طبعا هذه العروسة حذلها لين بعد ما تتزوج. حذلها ذل. قول بس تتزوج تديك 10 دقائق. عزمك طبعا يعني. ايه لازم تعزميني. زي ما عزمتك انا يعني وبحسابي طبعا. أهلين بنات، كيف حالكم؟ طبعا الحين تقريبا الساعة 12 ليل، وبكرة إن شاء الله بإذن الله الزواج. مرة 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 حماس ألف. فطبعا قبل أنام رح أعمل كذا ماسك خفيف، رح أعمل اللي هو زبادي، رح أحط ملعقة شوفان كذا، هذا ماسك كذا مرة على الخفيف على السريع. المفروض كمان أحط شوية عسل بس صراحة مو متوفر. راح احطه على وجهي لمدة 15 دقيقة الى ما ينشف تماما، وراح ابدأ اعمل كده زي التكشير كده لوجهي مرة خفيف بشرة، وكده بيعطي البشرة نضارة وبيشد البشرة كده. راح اعمل فيديو مرة حلو بسيط كده وقصير، تجهيزاتي للزواج.